استلام هنا ولمسه حلوه قوي من جانب اللاعب ليفاي لكوفازيتش، صلحت حلوه، جول حلوه، جول 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 اول هنا من جانب اللاعب ايفان بيريزيتش. هجمه حلوه الحقيقه من مارك ليفاي اللاعب القادم طبعا في هذه المباراه واللي بيشارك على المستوى الدولي لاول مره. صعبه قوي الكوره، وايفان بيريزيتش يسجل التقدم للمنتخب الكرواتي بعد مرور 18 دقيقه. هذه امامنا هنا داليتش وبيريزيتش بيسجل، لكن مارك بيصالح الكروات عن طريق بيريزيتش. هذه الكره الركنيه، بيبي يحتفل، بيبي يحتفل ويسجل، يسجل بيبي امامنا هنا. كان اخر من سجل للبرتغال في مرمى الاورجواي عندما خرجت في دور ال 16 في 2018، بيسجل سابع اهدافه الدوليه في المباراه رقم 100. بيبي امامنا هنا نجم